ويسعدني ان يكون معايا الفنانه المتالقه دائما اللي الحقيقه وحشاني انا شخصيا على المستوى الشخصي، واكيد كل الجمهور متشوق انه يشوف احدث اعمالها الفنيه ولاد امبابه، هي الجميله المتالقه دائما شمس. بقول لك شمس ومنوره الدنيا كلها. حبيبي انت اللي منور ودايما معانا في الخير دايما ودايما وشك حلو علينا، فانا متفائله بقى ان انت موجود معانا. خليكي يا قمر واسم على مسمى، يعني ما شاء الله عليكي، اي عمل بتشتغلي فيه بينور كده وبيبقى مكسر الدنيا. ده من ذوقك، ميرسي، ربنا يخليك. ربنا يخليكي. قولي لي بقى، يعني الادوار الشعبيه الجميله دي اللي تميزتي بيها على عكس ملامحك الخارجيه، يعني ما شاء الله بلوندايه جميله كده. صبغه دي صبغه يعني شويه شعر اصلا. اللوك ده يعني ظهرتي بيه كتير طبعا. بس ان شاء الله باذن الله اللوك الجديد ده مختلف تماما، يعني مش الشعر الاصفر مش في العمل. لا ده لسه انا داخله التصوير، لسه ما لبستش الشخصيه اصلا يعني. جميل. طب قولي لي بقى بتعملي ايه بقى، والشخصيه الشعبيه الجميله اللي بتقدميها المره دي؟ هي شخصية شعبية دمها خفيف، مختلفة عن كل الشعبي اللي أنا عملته قبل كده. القصة طبعا مختلف تماما عن كل المسلسلات اللي أنا عملتها قبل كده. أنت عارف أن أنا معايا يمكن مطربين مصر الشعبيين كلهم، ومعايا كم من المهرجانات كبير جدا، وأنا سعيدة قوي بالتجربة دي، وحاساها مختلفة وحاساها خارج نطاق السباق يعني خالص، ملهاش أي علاقة بالسباق الدراما يعني. فربنا يوفقنا يا رب. يا رب. اسم الشخصية ايه بقى؟ أفراح. أفراح. أكيد بقى أفراح وليالي ملاح. هي ايه بقى بتعمل ايه في الأحداث؟ لا هو بتعمل ايه انا مش هقول لك. انت صغيرة بس. لا انت تضحك على المنتج تجيبه وتقعد تسرسبه في الكلام، انا مش عايز. هي أفراح وسعد الصغير ومصطفى أبو سريع، هم اخوات وعندهم مشكلة بحث طول الوقت، ولما تتفرجوا هتعرفوا احنا كنا بنبحث على ايه. يا رب تلاقوا بس اللي بتدوروا عليه. يا رب بقى يا مسهل، يعني خلي المؤلف يخلصنا ونعرف هنوصل لايه يعني. جميل. قولي لي الادوار الشعبية الجميلة دي بتميلي ليها اكتر، ولا يعني لان المعروض عليكي اكتر ادوار شعبية فبتضطري انك تنقي الافضل اللي بتعرض عليك؟ والله وانا قعدت شويه كتير موقفه حته الشعبي ده، لان كان خلاص يعني ما متهيألي ما كنتش هعمل حاجه في حياتي تاني غير شعبي. بس طبعا ده شرف ليا، لان هو الدور اللي انا قدمته ودخلت بيه، يعني عديت بيه ان انا ابقى اسمي ممثله او فنانه او ربنا كرمني فيه، كان دور شعبي. فانا بحب طبعا الادوار الشعبيه جدا وتاج على راسي يعني.